امريكا ما تعديش حد منهم مش حد. لو سمحتوا لو سمحتوا يا جدعان لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا يلا حاجه روح خش احترم كده طب شويه على السلامه. ايوه كده حرص أغلب العاملين في الوسط الفني على حضور وتأدية واجب عزاء الأربع منتجين الراحلين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي. حضر العزاء ممثلين ومخرجين ومؤلفين. الحزن يجمع الوسط الفني في ليلة واحدة. العزاء كان أمس 4 أغسطس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر. أجواء الحزن والبكاء سيطرت على عزاء المنتجين الأربعة. حرص الفنان أحمد العوضي والفنان كريم عبد العزيز والفنان إسلام جمال والفنان عصام السقا والمخرج بيتر ميمي أن يكونوا أول الحضور لاستقبال عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي وفتحي إسماعيل وتامر فتحي ومحمود كمال اللي رحلوا عن عالمنا منذ أيام أثر تعرضهم لحادث سير بطريق الضبعة. حضر عدد كبير من النجوم منهم كريم عبد العزيز مصطفى شعبان أحمد العوضي عصام السقا أحمد فتحي إيهاب فهمي ياسمين عبد العزيز ياسمين صبري وحمائي وإسلام جمال وعماد زيادة وصلاح عبد الله وأحمد السعدني والسبكي وجمال العدل وإياد نصار والمخرج طارق العريان والمخرج عمرو سلامة وغيرهم كتير. انهار الفنان إسلام جمال من البكاء متأثر بوفاة المنتجين الأربعة اللي رحلوا عن عالمنا أثر تعرضهم لحادث سير على طريق الضبعة. وانهارت الفنانة ياسمين عبد العزيز لحظة وصولها العزاء لأن كان بيربطها بالراحلين علاقة صداقة قوية خاصة محمود كمال وحاول الفنان كريم عبد العزيز مواساتها والتخفيف عنها. وحرصت الفنانة ياسمين صبري وهبة مجدي على تأدية واجب العزاء في المنتجين الأربعة وشارك الفنان تامر حسني واجب عزاء المنتجين الأربعة وظهرت ملامح الحزن والصدمة على النجم تامر حسني أثناء وجوده بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. وأبناء الزعيم رامي ومحمد إمام حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسر المنتجين الأربعة بمسجد الشرطة. وحرصت المنتجة إسعاد يونس والفنان محمد هنيدي على أداء واجب العزاء في المنتجين الأربعة. ليلة حزينة جمعت الوسط الفني فعزاء رحيل المنتجين الأربعة حسام شوقي وفتح إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي ربنا يرحمهم. ده كل الاكل بتاع